حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، انت المتصرف فيك. ربنا يتصرف فيك يا وليد، ربنا يتصرف فيك بعد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عشان انت كل كلام ربنا اللي قال عليه انت ما عملتش فيه اي حاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم موده ورحمه، وانت ولا عندك موده ولا عندك رحمه ولا عندك انسانيه ولا تعرف اي حاجه من اللي ذكرت في القران الكريم. فانا مش هقدر اقول ان حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وكل اللي انت عامله فيا انت ولا كنت جميل ولا كنت عيش ولا ملح ولا معروف ولا اي حاجه من الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليك. ربنا ما قالش ان انت تبهدلني، ربنا ما قالش ان انت تفضل كل شويه تتصل تشتمني وانا على ذمتك وانا مش مراتك، يعني انا مش على ذمتك ومنفصل عنك بقالي دلوقتي اكتر من سنه وانت مش متقي ربنا ولا متقي الله فيا ولا متقي ربنا ولا متقي الله فيا ولا متقي الله في نفسك ولا في عرضك ولا في ولاياك. انا بقول لك ربنا قعدهولك في عرضك وفي مالك وفي اهلك وفي امك وفي اخواتك وفي كل اللي عندك عشان انت مش متقي ربنا فيا. اقول لك ايه تاني غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي مالك وفي اهلك وفي عرضك وفي اخواتك وفي كل اللي يعرفوك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فادان ربنا ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا ما يبارك لك، ربنا ما يبارك لك، ربنا يسلط عليك يعني عبد من عباده ويخلص فيك اللي انت عملته فيا عشان انا ما اذيتكش في حاجه. انا عاشرتك بالمعروف وانت عنك معروف ولا تعرف حاجه عن المعروف. منك لله، منك لله، ربنا ينتقم منك، ربنا يخلص منك بعدله. تعبت منك، تعبت شكاوي، اشتكيت لاصحابك، اشتكيت للناس، كل ما اشتكي لحد ويكلمك تقول له انت كذا وكذا وكذا عملت كذا وكذا وكذا. كل ما اقول لحد، كل ما حد يخش يتوسط تتكلم بالكلام الغلط. وانا تعبت، انا بني ادم وتعبت. حرام عليك، حرام عليك، تسقي ربنا، تسقي الله. ده في عرض وفي ولايه عندك، ربنا يقعدولك وبزياده، والله ربنا يقعدولك وبزياده وفي صحتك. انت ضامن ان انت تمشي على رجلك وتبقى انسان كويس بالظلم اللي انت ظلمولي ده؟ انا مش عايزه عشرك وسبتك ودفعت فلوس المأذون عشان انت انسان قذر وعشان انت مش محترم وعشان انت مش متربي ولا انت ابن ناس ولا انت تعرف حاجه عن الانسانيه ولا تعرف حاجه عن الادميه. ابتزتني وكنت بتاخد فلوسي وكنت بتاخد حاجتي وكنت بتبهدلني وكنت بتشتمني وانا في شغلي ومبقاش عارفه اشتغل منك وكنت عايز توقعني في شغلي ومتطلعه منك ودفعت فلوس المأذون برضه مش سايبني، مش عارفه اشوف شغلي منك، مش عارفه اشوف شغلي منك، مش عارفه اشوف حياتي منك. اتقي دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يقول المولى عز وجل اتقي دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ست حنان جوزها ما انتقاش ربنا فيها، ضرب بكلام المولى عز وجل عرض الحائط ولم يتقي المولى عز وجل ولم يتقي ربنا فيها. بيهددها بان لها فيديوهات وان هي هينشر فيديوهاتها على المواقع الالحاديه. تعالوا متابعين نسمع ونتكلم ونشوف القصه كمان. بنروح بك ست حنان. ربنا يعزي حضرتك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل دوت الراجل الطيب دوت من الناس الطيبين اتجوزته بقالي من 2018، بقالي 5 سنين. تمام. طبعا اهالينا يعرفوا بعض واحنا من مكان واحد، بس هو ما اتقاش ربنا في عيشتي ولا في عشرتي ولا اي حاجه. كلام وغلط وشتايم ويبتزني وياخد فلوسي مني، وعرف واحده ست كبيره اكبر من امه. وقلت له الله يصلح حالك، خلاص كل واحد يروح في حاله، وبهدلني وشتمني، ما معيش فلوس اطلق. قلت له انا هدفع فلوس المأذون، ودفعت فلوس المأذون بالفعل واتطلقت منه وبرضه مستهيني في حالي. ولع لي في هدومي، اقسم بالله العلي العظيم ولع لي في هدومي مكان عندي حاجه البسها، ولع لي في هدومي وكسر لي عرشي وبهدل لي حاجتي. تمام. خدت بقيت حاجتي وقلت الا من رحم ربي، هو في حاله وانا في حالي، وده نصيب وربنا يعني قطع العيش ما بيني وما بينه لغايه كده. خلاص بقى كل واحد في حاله، برضه مستهيني، ولا انا مراتي سايبني ولا انا طليقتي سايبني، وعمال يغلط وعمال يقل ادب وعمال يهددني ويقول لي هنشر لك فيديوهات، انا اعمل لك فيديوهات، يقول لي انا هقتلك، بيهددني بالقتل، انا هموتك، انا هقتلك، انا لو شفتك هقتلك، يا طفشانه، يا اللي مش عارف لك عنواني، وكلام غلط، كلام كتير غلط، كلام كتير وحش، كلام كتير سيء، كلام كتير ما يرضيش ربنا. هو عايز مني ايه؟ انا مش عارفه هو عايز مني ايه. انا عمري ما اتصلت عليه ولا رنيت عليه سماعه التليفون، انا مش عارفه هو عايز ايه مني بالظبط. انا تعبت، انا تعبت،
انا تعبت منه، تعبت منه وتعبت من تصرفاته وتعبت من اللي هو بيعمله ده كله. انا تعبت والله. كل ده بسبب ايه؟ والله مش عارفه. كل ده بسبب ايه؟ مش عارفه والله، مش عارفه هو بيعمل كده ليه، مش عارفه هو بيتصرف كده ازاي ليه. لا مفيش اي بابا لو خبطت عليه، كل اللي بقى خبطت عليه عشان يبعد عني ويبعد عن طريقي، والاخر وصل لمدير الشركه هنا على الانستجرام. جوزي بيهددك وبيقول لك معايا فيديوهات ليكي بيشوه سمودك، ما تضغطش ربنا فيكي ليه؟ عشان هو ما يعرفش، عشان هو لو يعرف ربنا مش هيذكرني بسوء، لان هو اكل وشرب، اكل وشرب من ايدي وعاشرته زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال، زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال انا عاشرته بالتمام وبالمعروف وعمري ما اسأت له وكنت بحترمه وكنت حاطاه على راسي، وبعد كده بقى يسيء ليا في كل حاجه. رفعت عليه محاضر وعملت في محاضر. حصل. دفعت فلوس المأذون عشان تبعد عنه. تمام حصل. كلميني بقى يا ست وفاء كده، يعني ست حنان حياتك عامله ازاي دلوقتي؟ حياتي مشتته بسببه، تعبت منه. يعني انا تعبت منه. حضرتك بص بيتصل عليك. افتح حضرتك شفايف. ما ينفعش. اهو بيتصل. حضرتك وليد عدوي. اهو. الحمد لله تمام. 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 طب هو عايز منك ايه؟ يعني انفصلت وخلاص وكل واحد راح، عايز منك ايه؟ اهو كل خمس دقايق حضرتك، كل خمس دقايق يتصل يشتكي، كل خمس دقايق اهو، كل خمس دقايق اهو رقم مش مبطل رد. اتفضل 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 حضرتك اهو. تمام. طب عايز تقول له النهارده ايه لو هو شايفك؟ اقول له ايه؟ لو هو شايفك عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له ايه؟ اقول له انت ربنا مش هيبارك لك. اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي صحتك، ربنا يقعده لك لولاياك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، تلاقيه في صحتك وفي نور عينك وتلاقيه في امك وفي اختك وفي عرضك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم ربنا بيقول يعني دعوه المصدوم وعزتي وجلالي انصرنك ورا بعض حين ونعم بالله. ونعم بالله. انا خبطت كل البيبان عشان خاطر يبعد عني، يبعد عني، يبعد عني. انا مش عايزه حاجه منك وما خدتش حقوقي منك، حقوقي اللي ربنا قال عليها، حقوقي الشرعيه منك ما خدتهاش، ولا خدت مؤخر ولا خدت قايمه ولا خدت حاجه، ما خدتش منك حاجه، وكل حاجه انا جبتها بتعبي وشقايا بهدلتها لي، ولعت لي في هدومي، ولعت لي في حاجتي. ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني. عايز توصل الامور لغايه فين؟ انا تعبت منك، ابعد عن طريقي وابعد عني. وصل لمدير الشركه عندي عشان يوقف اكل عيشي، يوقف اكل عيش. وبقى بيني وبين مدير الشركه عداوه، وبيني وبين مدير الشركه مشاكل بسببه. الكلام اللي هو بقى يقوله له اخده مدير الشركه وبقى يقوله لي. ليه قطع الرزق؟ ليه قطع الرزق؟ ليه؟ ربنا ما قالش كده، ربنا ما. وفي نفس الوقت مدير الشركه برضو انا اشتكيته لان انا ليا فلوس واكل، واكل الفلوس وحاجتي. تمام اتفضل كمان. عايز تقول انت بجوزك، جوزك ليه بيعمل معاك كل ده؟ ما اعرفش. او عارف بيقول لي انا مش هسيبك الا لما تشوي صورتك في الدنيا كلها، انا مش هسيبك الا لما اقتلك، انا نشر لك فيديوهات هعرضها لك على القهاوي. تعبت منه والله، تعبت والله، تعبت يا جماعه والله، تعبت والله، اللي يذل ويعز. تعبت، تعبت منه، تعبت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. مش مسامحاك يا وليد والله، والله مش مسامحاك. اتجوزت وليد قعدت معاه قد ايه يا زميلي؟ قعدت خمس سنين. طلعوا منه بقى لي سنه، من 2018 وانا متجوزه، اتفصلت منه 15/9/2022. وليد، وليد، وليد يعني اتعرفت عليه ازاي وقعدتوا قد ايه متجوزين بالظبط؟ وليد احنا من مكان واحد ومن منطقه واحده، فحصل نصيب واتجوزته كان كويس معايا، وبعد كده بقى يسيبني. بس بقى بيهددك دلوقتي بفيديوهات ويكلمك. دلوقتي بيهددني بفيديوهات ويقول لي اعمل لك فيديوهات وهتشوها لك على القهاوي.